واحد العناصر أساسية اللي هي المقدمة العرض والخاتمة، وغادي نتعرفوا على شنو خصنا نديرو في هاد العناصر الأساسية. فعليه جوج ديال النقاط، فنقطة واحدة لكل هدف تعليمي تقويم القراءة الصامتة. فهاد السؤال راه متعلق بهاد السؤال الأول الذي يقول إبراز أهمية القراءة الصامتة. فمثلا عندما نطلب من المتعلم استخراج المضمون العام للنص. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بكم في فيديو جديد إن شاء الله أصدقائي. في هذا الفيديو غادي نخدم معكم امتحان دورة 2018 ديداكتيك مادة اللغة العربية. في الحلقات المقبلة إن شاء الله تعالى غادي نخصصها لديداكتيك مادة أخرى وستكون من اختياركم، ولكن وفقا للبرنامج اللي شاركته معكم في المنتدى فغنخدموا على هذاك البرنامج. من بعد فاش غنكملوه غادي ان شاء الله نمشيو لماده اخرى. اذا على بركه الله، السؤال الاول يقول انتجي نصا قرائيا يعالج العنف في الوسط المدرسي لفائده المستوى السادس من التعليم الابتدائي من 5 إلى 7 اسطر وبدون شكل. اذا انتبهوا اصدقائي، هذا النص القرائي موجه المستوى السادس من التعليم الابتدائي ويجب ان لا يتجاوز 7 اسطر وبدون شكل. يقول لك ان النص ما خصوش يتجاوز مثلا 80 كلمة او 100 كلمة، فانتبهوا لهذه المسائل هذو وخذوها بعين الاعتبار. اذا هذا السؤال عليه 8 ديال النقط اصدقائي. اذا هذا سؤال يتطلب نوع من التركيز. اذا باش اننا نوجدوا واحد النص قرائي، اي نص خاص تكون فيه مقدمة وغتكون فيه عرض وغادي تكون فيه خاتمة، ومادام ان عدد الاسطر ما خصوش يتجاوز 7 اسطر، فمثلا غندير في المقدمة 2 اسطر، في العرض غندير 3 ديال الاسطر، وفي الخاتمة غادي ندير 2 ديال الاسطر. اذا في المقدمة شنو كنديرو؟ المقدمة كنهضرو بصفة عامة على الموضوع اللي تعطلنا، سواء العنف في الوسط المدرسي، سواء مثلا التدخين، سواء مثلا يعني اي موضوع تعطلنا، ففي المقدمة كنهضرو على هذا الموضوع بصفة عامة. مثلا في هذا الموضوع ديال العنف في الوسط المدرسي، فنقدر نقول مثلا تعتبر ظاهرة العنف المدرسي من المظاهر التي نجدها في أوساطنا المدرسية في الوقت الحاضر، سواء كان هذا العنف ماديا أو معنويا، وللعنف المدرسي أسباب مختلفة. إذا هذه هي المقدمة. المقدمة حاولوا تهضروا بشكل عام. إذا غنجيو للعرض، غادي نهضروا على الأسباب ديال العنف المدرسي. فإذا لاحظتوا في المقدمة في آخر جملة قلت للعنف المدرسي أسباب مختلفة. إذا غادي نجي تتعدد أسباب العنف المدرسي، فمنها أسباب متعلقة بضعف التربية التي تقوم على الأخلاق والاحترام، ومنها أسباب تتعلق بطريقة تعامل المدرسين مع التلاميذ، بالإضافة إلى غياب التنويع والتواصل الفعال بين أطراف المدرسة. نجيو للخاتمة، غادي نهضرو في الخاتمة يعني بشكل عام، وغادي نختمو غنقولو بلي أن يترتب على العنف المدرسي آثار نفسية واجتماعية، سواء كان ذلك على مستوى متعلمي الوسط المدرسي أو على مستوى المجتمع بشكل عام. فهذا واحد النص قرائي بسيط جدا، 7 ديال الأسطر وبدون شكل. وفي النص اللي غادي تنتجوه أصدقائي، حاولوا أنكم تراعيوا لهاد المسائل اللي غنقولهم دابا. المسألة الأولى الملائمة، يعني يجب أن يكون النص ملائم لمستوى السادس ابتدائي. بالنسبة للنقطة الثانية اللي هي الانسجام، خص النص يكون يعني منسجم وما خصكش تخرج على الموضوع. الثالثة أصدقائي، خصكم تراعيوا سلامة اللغة، يعني سلامة اللغة يعني ما خصش يكون أخطاء، سواء على مستوى الإملاء، سواء على مستوى الظواهر اللغوية. وأيضا خصكم تحترموا علامات الترقيم،
خصكم تحترموا علامة الترقيم، النقطة مثلا، الفاصلة، علامة استفهام إذا وجدت، علامة تعجب إذا وجدت. إلا عطالي هذا النص ديال واحد النص فاش كيتعطى ليا كنمشي النص الانطلاق، يعني النص الاول ديال هذا الامتحان ديال 2018، وكنشوف فيه مثلا، كنشوف فيه بعض المسائل اللي تقدر يعني تنفعني، فهذا هو النص مثلا. فكنحاول انني ناخذ فيه بعض الافكار اذا وجدت، وكنحاول انني ايضا نحترم يعني التركيب ديال النص، يعني كناخد افكار من هذا النص باش انني كنكتب النص ديالي وبطريقه سريعه وكتراعي الوقت. وايضا النص عليه 8 ديال النقاط، ما خصناش نضيعوا هاد 8 ديال النقاط. كما قلت لكم في النص راعيوا هاد المسائل اللي هي الملائمه، يعني النص يكون ملائم لهذاك المستوى. ايضا الانسجام، النص خاصو يكون يعني منسجم. ايضا سلامه اللغه، يعني ايضا احترموا القواعد اللغويه، يكون النص ديالكم شارجي بالقواعد اللغويه. ومساله اخيره اللي هي الحجم ديال النص، فطلبوا منا ان الحجم ما يفوتش 7 ديال الاسطر، فاحنا ما كنفوتوش 7 ديال الاسطر. وايضا بدون شكل. اذا حاولوا تستغلوا الوقت، كما قلت لكم رجعوا لهذاك النص، يعني النص اللي كيكون تعطى لكم في هذيك الماده ديال اللغه العربيه، حاولوا تاخذوا منه افكار اذا وجدت، حاولوا تاخذوا منه يعني التركيب ديال النص كيفاش داير، القواعد اللغويه، باش بحال هكا غتمكنوا انكم تكتبوا النص ديالكم بطريقه صحيحه. اذا ننتقل الان الى السؤال الثاني. حدد او حددي هدفين تعلميين يمكن ان يشتغل عليهما النص القرائي الذي انتجته او انتجته. الاول هو فهم معاني النص، والهدف الثاني هو استخراج الفكرة العامة للنص. صافي، يعني اي نص. فهاد جوج ديال الاهداف فهما كيصلح انك تطبقهم على جميع النصوص، يعني من هاد النص اللي انت انتجته. الهدف الاول الذي تسعى خلفه هو فهم معاني النص، ان المتعلم يفهم المعاني ديال النص. والهدف الثاني هو استخراج الفكرة العامة للنص. اذا السؤال الثالث يقول: للقراءة الصامتة اهمية بالغة في المدرسة الابتدائية، اذكري عنصرين اساسيين يبرزان اهمية القراءة الصامتة. اذا القراءة الصامتة في التعريف ديالها راه باينه، يعني القراءة الصامتة يعني القراءة بدون صوت، كنقراو فقط بالاعين ديالنا. وفعلا هاد القراءة الصامتة كنا كنخدمو بها فاش كنا متعلمين، يعني فاش كنتي متعلم او متعلمة كتعقلي ان الاستاذ كيقول لك قراو قراءة صامتة. العنصرين الاساسيين الأهمية ديال القراءة الصامتة، فالقراءة الصامتة شنو كتمكننا؟ يعني هذا السؤال كطرحوه على نفسك، يعني كمترشح أو كمترشحة، فكطرحي هذا السؤال ديال مثلا إذا قريت قراءة صامتة واحد النص، شنو هي القيمة المضافة اللي كتزيدها لي، يعني شنو هي الأهمية ديال هذه القراءة الصامتة. فالقراءة الصامتة أول حاجة غادي تجيك على بالك هي أنها لا تسبب الإزعاج للآخرين، لأن هذه الأهمية ديال القراءة الصامتة. هذا هو العنصر الأول اللي كيبرز الأهمية ديال القراءة الصامتة. أما بالنسبة للعنصر الثاني، فالقراءة الصامتة تتيح للمتعلم فهم معاني النص. يقرأ واحد النص بطريقة يعني صامتة، فكنفهموا النص مزيان، كنستوعبوا المعاني ديال النص، وكنستوعبوا ايضا كنتاملوا في النص وفي المضمون ديال النص. فهذا واحد العنصر ثاني يبرز اهميه القراءه الصامته. اذا هادو يعني هذا سؤال يعني بسيط جدا، لا هو لا هذا السؤال ديال الهدفين. بالنسبه للهدفين عليه جوج ديال النقاط، يعني الهدف الاول نقطه، الهدف الثاني نقطه. فكما قلت لكم سابقا دائما ديروا الهدف الاول هو فهم معاني النص، يعني ان يفهم المتعلم او المتعلمه معاني النص. والهدف الثاني هو مثلا ان يستخرج المتعلم او المتعلمه الفكره العامه للنص. اذا هانت ربحتي جوج ديال النقاط.
بطريقة سهلة جدا. إذا هذا السؤال ديال القراءة الصامتة، قلنا أن العنصر الأول يعني هذا السؤال فقط تطرحه على نفسك، يعني ما هي القيمة المضافة اللي كتعطيني القراءة الصامتة؟ إذا قلت أن العنصر الأول هو أن القراءة الصامتة لا تسبب الإزعاج للآخرين، وأن العنصر الثاني أن القراءة الصامتة تتيح للقارئ يعني فهم معاني ومضمون النص. هما جوج ديال النقاط بطريقه سهله، يعني فقط خاصكم غير شويه ديال التركيز، واخا كيكون العامل ديال الوقت ولكن غير التركيز، يعني ركزوا راه ان شاء الله غادي تمكنوا من الديداكتيك. اذا انتقلوا للسؤال الثالث. السؤال الثالث يقول اذكري معيارين مهمين لتقويم القراءه الصامته مع شرح مقتضب لكل معيار. اذا هذا السؤال مثلا هاد القراءة الصامتة مثلا إذا المتعلم قلنا له يعني اقرأ النص قراءة صامتة، ها هو قرأ النص قراءة صامتة، إذا خاصني واحد المعايير باش نعرف أن المتعلم واش استفد من هاد الأهمية، يعني واش استفد من هاد الأهمية ديال القراءة الصامتة اللي كنا كنتحدثوا عليها يعني في هذا السؤال هذا، لان هذا السؤال عنده علاقه بهذا جوج ديال المعايير باش نقوموا هذه القراءه الصامته. اذا المعيار الاول مثلا غنطرحوا اسئله على المتعلم بخصوص يعني استخراج الفكره العامه للنص، اولا مثلا غنقولوا استخراج مضمون النص وشرح مقتضب يعني لهذا المعيار هذا، اننا مثلا غادي نشرحوا المتعلم غادي نطلبوا من المتعلم انه يخرج لنا المضمون ديال النص، فكنكتبوا مثلا المعيار الاول هو استخراج مضمون النص، هو مثلا ان نطلب من المتعلم او ان نطرح على المتعلم بعد قراءته قراءة صامتة للنص ان يستخرج لنا المضمون العام للنص. اذا هذا هو المعيار الاول، وحنا شرحناه. واحد ثاني هو مثلا قراءه النص بسرعه، قراءه النص قراءه يعني سريعه وبدقه وبدون اخطاء وباتقان ومثلا بايقاعات مختلفه، فهذا ايضا يعتبر معيار مهم لتقويم القراءه الصامته، ونقوم بشرحه شرحا مقتضبا. مثلا عندما نطلب من المتعلم قراءه النص فنجده يعني يقرأ النص قراءة يعني سريعة بشكل سريع وبدقة وبإتقان إلى غير ذلك، فهذا هو الجواب ديال هذا السؤال هذا، وأيضا عليه جوج ديال النقاط، وهو يعني كما كتلاحظوا الفهم السؤال نصف الجواب. إذا فهمتي. إذا أصدقائي إن شاء الله تعالى في الفيديو القادم غادي نخدم معكم هذا الجزء المتعلق بالصعوبات واقتراح وضعيات مناسبة لمعالجة هذه الصعوبات، سواء في تداخل يعني الحروف من حيث الرسم، وأيضا صعوبة أخرى في تداخل الحروف من حيث النطق، سنتعرف على طريقة علاج هذه الصعوبات. إذا استودعتكم الله الذي لا تضيع ودائعه، إن شاء الله تعالى انتظرونا في الفيديو المقبل.